سلام، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله هاد لا فيديو هادي تلقاكم بالصحه والهنا. صباح الخير، صبحتكم بانوار النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله لا فيديو هادي تنال اعجابكم. يعني قبل ما نبداها، كما شفتوا في العنوان، لا فيديو هادي على المخطوبات جينيرالمون، وتقدر تستعملها وحده تكون متزوجه، يعني عادي، بصح بوكو بلوس للمخطوبات. يعني نصائح هذوما اللي حنقولهم لكم، انا استنتجتهم هكايا، استنتجتهم من بزاف حكايات نشوفوهم في الفيسبوك، من بناتي يقولوا لك شوفوا شوفوا واش صرا، ها واش حكيت له، ها واش قال لي، ها كيفاش دار لي، وحبس معايا وبطلع عليا، او صرا مشكل بيناتنا. يعني من هنا استنتجت بزاف عفايس باللي لازم نديروهم، وبزاف عفايس باللي ما لازمش نديروهم. الحاجه الاولى يا البنات اللي نقولها لكم قبل ما نبدا لا فيديو، شوفوا، لازم تعرفوا باللي الزواج ماشي مبني على الحب برك، باسكو هذيك قبل ما تتزوجوا تبان لكم باللي الحب هو كلش، كيكون يحبك وتحبيه خلاص، كاين اون كوند استوار دامور بيناتكم، وحتعيشوا حياه تاع القصص الخياليه وكامل. مي بصح لازم تعاودوا تولوا الارض الواقع شويه. هو صح الحب مليح يكون في العلاقه، بصح الحاجه الاكثر اللي لازم تكون في العلاقه هي لو ريسبي، الاحترام، الاحترام، القدر، القدر، القدر. كيكون كاين القدر يكون كاين كلش. انا وحده ما نسحقش واحد يكون يحبني وماشي محترمني وما يقدرنيش ويقول لي نيمبورط كوا كيكون يهضر معايا وكلش. يعني هذه رايي انايا، يعني الله اعلم كل وحده كيفاش تخمم. المهم اولا ما لازمش يا البنات كي تكوني تهضري مع لو فيونسي تاعك تبيني له بلي انتيا واو، انتيا تعرفي طيبي، وانتيا تقفه، تعرفي كلش، حاجه اللي سقسيها لك تعرفي لا ريبونس تاعها، وفي الدين تفتي، راني نعرف في الدين كلش، ما على باليش انايا الطياب كوزينه نطيب لك واش حبيت، ما على باليش ابار اذا كنتي صح هكايا، هذيك حاجه واحده اخرى، يعني الله يبارك. بصح ما كاش واحد كامل في الدنيا هذه، الكمال لله. يعني كي تكون حاجه فيك قولي بلي فيا، كي تكون حاجه ما كاشها فيك قولي بلي ما فياش، عادي. يعني الانسان راهو مازال هذا وين راهو يتعلم، سورتو كي تكوني انتيا صغيره، يعني في العشرينات ولا في الثلاثينات، يعني مازالك صغيره، الناس راهم فوق الخمسين سنه راهم مازالهم يتعلموا دروس من هذه الحياه. المهم الحاجه الاولى كيما قلت لكم، ما توريش روحك هذيك البيرفكت، هذيك البارفيت، حتى وين خلاص، حتى وين صاي السيد ما يامنش وين طاح، ما تبينيش هكاك، باسكو بعد الزواج حتى تعياي راح يبدا، لو كان يلقاكم تعرفيش طيب يقول لك كنتي تقولي لي نعرف نطيب، ولا زعما ما على باليش انا سقساك حاجه ولا ما باليش انا ما عرفتيش تجاوبيه، يقول لك كنت تكذبي عليا، كنت تقولي لي بلي نعرف ونعرف، ودوكا ما تعرفي والو. دونك العلاقه حتى تهز بيناتكم، يعني ماشي يكون هذاك الصدق في العلاقه، لازم يكون كاين صدق كبير كي منك ومنه. يعني اي علاقه تبدا بين الرجل والمراه لازم تبدا بالصدق، هذه هي، لازم تكوني صادقه معاه وصريحه من الاول بخصوص نفسك، ونقطه وحبس بخصوص نفسك وستوب. يعني تقولي له صح انا نعرف ندير هكا، انا ما نعرفش ندير هكا، انا فيا هكا، انا ما فياش هكا. انا اقسم بالله يا البنات كاين دي زيستوار في الفيسبوك، كاينه وحده على باليش اسكو نورمال نجبد الحكايه ولا لا. المهم تعرفت بواحد وجا باش يخطبها، وكذبت عليه في اسمها وفي لاج تاعها. يعني ايماجيني حتى وين الناس وين راهم يكذبوا، تكذبي في اسمك وتكذبي في لاج تاعك، ومن بعدك لقات روحها بلي هي كبيره على هذاك الراجل بتسع سنين، يعني وجات تسع سنين ماشي حاجه شويه، ماشي مليح. يعني هذا مثال صغير برك على الاخر، على الكذب، ماشي مليح تكوني تكذبي عليه، ولا مثلا تقولي معليش، مثلا نقول له نعرف ندير هاد الحاجه وانا في الوقت تاع الخطوبه نتعلمها، ما تقوليش لا لا، جو بريفير ما تقوليش كامل، ما نعرفش ما نعرفش، هذه هي، باسكو ما تعرفيش الدنيا واش يصرا فيها. هذه كأول نصيحه. ثاني نصيحه، الخطيب تاعك ولا يعني اللي حيكون راجلك
راح وجا هو راجل، يعني راجل ما حش تنحيها. المهم هذا الراجل هدايا يعني مهما كنتي تحبيه ويحبك وكاين علاقة قوية بيناتكم وما على باليش انايا يعني، وكاين بيناتكم توافق كبير وكلش وكاع واش حبيتي، جامي 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 الفيونسي تاعك تعامليه وكأنه هو اختك ولا صاحبتك، باسكو اختك وصاحبتك تحكي لها البير بغطاه، تحكي لها كاع واش كاين نورمال عادي، مي راجلك ما ماشي كيف كيف ولا خطيبك ماشي كيف كيف، نو ما لازمش ما لازمش تحكي كاع حياتك، لازم تخلي هكايا عفايس تاعك ما تحكيهمش. هذه هي كيما مثلا ما بيش انا ما تشتكيلوش من داركم، تقوليلوش باش انا زعما اخوك يضربك تجي تقولي له عباك انا خويا اليوم ضربني ما على باليش بابا ما قضالناش، ولا تقولي له مثلا حبيت نشري حاجه ما حبوش يشروها لي ما عطاونيش مصروف، راهم ضربوا بيناتهم، راهي دارنا نايضه ماهيش قاعده، ما بيش مهم ما تشتكيش. هادو ما العفايس كامل ما تقوليهمش انسيهم، كي شغل ما صراوش كي تصرا حاجه في داركم خليها داخل داركم، وبعد الزواج مور ما تتزوجي كي تصرا حاجه في دار شيخك تقعد داخل دار شيخك، سي با لابين تروح لداركم تاني كيف كيف نفس الشيء يعني. يعني كل دار خلي له سره لداخل، يعني هادي مش نهضر فيها من راسي، كاينه وصونا بها يعني من بكري هاد الحاجه هادية، ما لازمش تخرجي السر. هذه هي ني السر تاع داركم لعند راجلك ولا لعند ناس دارك، ني السر تاع ناس دارك لعند داركم ولا عند صحاباتك ولا جو سي با شكون، ني سرك انتيا تاع دارك انتيا تخرجيه لداركم ولا لدارهم، يعني والو حتى واحد. ولا حاجه تصرا بينك وبينو زعما، ولا حكايه تصرا بينك وبينو وتروحي زعما انتيا كي الشطره تقولي لباباك وتقولي لخوك ويقوله وتقولي زعما ليماه، ولا تلقاي الحكايه كبرت كبرت كبرت، بالك هي تكون حاجه غير صغيره ترجع قد الدنيا، يولي بروبليم كبير يلحقكم لوين بعد الشر تحبسوا. هذه هي هذا هو هذه هي النصيحه الثانيه. وشنو قبل ما نكمل النصيحه الثانيه كاينه ثاني حاجه واحده اخرى نقول لكم ما تحكوهاش. كاين بنات نشوفهم في الفيسبوك يقول لك بلي انايا تخطبت وقبل ما تخطب كنت نخرج مع واحد ولا هكايا، اسكو زعما نحكي للفيونسي تاعي ولا الخطيبي زعما بلي ها هو واش صار، نو ما تحكيلوش باسكو الوجهه تاع النظر تاعو حتتبدل من جهتك، ومش عارفه انايا شغل حاجه ربي سترك فيها ستري روحك فيها. هذه هي خلاص سترك ربي استري ما ستر الله، هذا ما كان يعني ما تحكيش. الحاجه تاني اللي نقول لكم عليها ما ديروهاش جامي في حياتك، جامي في حياتك تقولي للراجل يعني انا ما عندي حتى واحد من غيرك وانا نموت عليك ونقدر ندير كلش على جالك وانا ما نقدر ندير والو بلا بيك، يعني تحسسيه باللي انتيا لا شيء بدونه، ولا تقولي له مثلا انا نحبك بالك تخدعني ولا بالك تتزوج عليا في المستقبل ولا ياك على بايش، انا جامي 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 تقولي هاد الكلمات، جامي تقولي له انت هو الاكسجين تاعي مش قادره نتنفس، انا اشري لك قرعه اكسجين اختي، غير سي با لا بان تقولي له هاد الهضره، سي با لا بان تحكي له هاد الحكايات، باسكو هاد الحكايات هادوما حيرجعوك اسفل السافلين، حتولي ني كرامه ني ثقه في النفس ني شخصيه ني والو والو والو، ستتجردين من كلش حتولي مرا ما فيها حتى حاجه ما فيها حتى صفه تاع مرا والو، حتروح كرامتك بين الرجلين. سي با لا بان تحضروا هادو الهضاير، كاين بنات على بالكم دي فوا نحبها كنخرج لهم مام ليكرون نشدهم من الشعر افورس كي يقلقوني كيفاش يخمو، تحب تقول له بلي انت معليش نبيع كاع الدنيا المهم كن معايا وخلاص انا ما نقدرش نتنفس بلا بيك وانا ما على باليش انايا ما نقدرش نعيش بلا بيك، نو لا 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 سي با لا بان هذه لا لا شوفوا كوبيو وهضروها مع روحكم في المرايا وما تقوليهالوش، الا كنتي فيك هاد الفيس كوبي وهضريها مع روحك في المرايا وما تقوليهالوش ليه هو، ديري لك شغل قلتيهالو في راسك تحبالكي ها تقوليهالو ليه، هذا ما كان. نصيحه واحده اخرى نقولها لكم البنات
شوفوا ما تكونيش انتيا السباقه باش تعيطي في تليفون ولا تبعتي له ميساج. مانيش نقول لكم تخليه غير هو اللي يعيط، لا لا، هو تاني يحس روحه باللي هذه قلة اهتمام منك. بصح ماشي دايما، كاين بنات تحكمها من الصباح للعشيه وهي تعيط 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 تعيط، هو خدام بالك وهي ما بايش، انا قاعده في الدار ولا ما عندهاش شغل ولا قاتلها الفيد، ولا تحكم غير داك التليفون نهار كامل وهي تعيط تعيط. واش راك دير معاه؟ من راك وين خرجت وين راحت تاتاتي باتاتي؟ لا لا، ولا تعيطي دايما تقولي له توحشتك 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 توحشتك. خلاص فهمنا بلي توحشتيه، سي بارك تقعدي تعيطي تقولي له توحشتك توحشتك، خليه هو يعيط لك يقول لك توحشتك، خليه هو يعيط لك يقول لك نحبك، خليه هو يعيط لك يقول لك ما على باليش انايا نيمبورت. المهم ماشي دايما دايما انت تعيطي ولا دايما دايما انت تبعتي ميساج. خليه خطر على خطره يعيط هو، معليش مالغري ما يبانش هكايا زعما من الصباح ولا حتى العشيه ما يبان، ما تعيطيش، خليه هو يعيط، خليه هو يقول علاش ما بانتش. شغل نتوما لازم تكونوا زعما في العلاقه هذيك لازم تكوني شويه غامضه، فوبا تكوني هذيك السهله البسيطه هذيك اللي يقدر مش عارفه انايا يقدر يقول بلي ساهل ما نعيطلهاش دوك تعيط هي نورمال. دونك لا لا جامي ديري هاد الحاجه. والحاجه الاخرى البنات اللي نقولها لكم لازم ديري حد الانسان اللي راكي معاه واللي راكي رايحه تتزوجي به. يعني مثلا اذا جا نهار وقال لك هضره عيانة ولا سبك ولا سب مواليك ولا قال لك انت كذا وانت ماشي مليحه وانتي ولا طيح القدر بيناتكم، جامي تسكتي له وتقولي كان بالك راه مقلق من الخدمه، بالك راه عنده مشاكل، بالك راه هكا. شوفوا مش نقول لكم بلي داك الانسان صافي ماشي مليح، بصح عارفي بلي خلاص اذا سكتي له خطره راح يعاودها لك مليون خطره هذيك الحكايه، ويجي نهار واحد اخر تاني يزيد يكون مقلق ولا ماشي مقلق ويزيد يعاود يسبك ويسب لك اهلك ويقول لك انت هكا وانت هكا وانت هكا. يعني بلا ما ندخلوا في التفاصيل، جامي تخلي الراجل يلحق وين يقول لك كلام عيان عليك ولا على مالك، حبسيه عند حده وما تخليهش يهضر معك بهذيك الطريقه العيانه. الحاجه الاخرى كامل اللي نقولها للبنات اللي بالك راهم يستناو واحد يجي يخطبهم ولا راهي مع واحد ويقول لها ويصبر فيها وكامل. شوفوا البنات انا نامن بواحد الحاجه بواحد العباره هكايا يقول لك من يحبك سيدق بابك ولو كان معدما. يعني اللي يحبك راح يجي يطبطب يا لو كان يكون ما عندوش دورو في جيبه هكا. من يحبك سيدق بابك ولو كان معدما. يعني ان شاء الله يا البنات تكون لا فيديو هذه فادتكم وعجبتكم، خلوا لي تعليقات شابين كيما نتوما رايكم في هذه لا فيديو هذه، واذا عجبتكم نزيد ندير لكم دي فيديو هكايا ولا نكمل نزيد ندير لكم فيديو واحد اخرى على النصائح، باسكو كاين بزاف بزاف عفايس لازم نحكي لكم عليهم اللي انا شخصيا جزت عليهم ولا استنتجتهم من علاقتي مع راجلي قبل ما نتزوجوا. ان شاء الله كما قلت لكم تكون عجبتكم لا فيديو هذه، ما تنسونيش بجام تعليق شباب بارطاج مع صحاباتكم المخطوبات و ابوني اللي مازال ما ابوناتش وجات جديده نقولها مرحبا بك حبيبتي. هذا ما كان، تهلاو لي في رواحتكم والسلام عليكم.